لا يكون إلا بعد التحدي. فهذا الفكرة اللي أعطيها الآن بها السرعة أنا مضمون سؤال أو بالأحرى مضمون استفسار وردني من أكثر من مكان، أنه ما هي الطريقة لأن نصنع الفرد المسلم؟ الحقيقة الفرد المسلم احنا ما نقدر نصنعه إذا كانت التيارات تتوزعت تتلاقفة من عندنا. يعني بتعبير أبسط الآن ابني أنا ما أقدر أسيطر عليه، ابني لأنه جينها من حضارة غير حضارتي، ويأخذ من فكر غير فكري، ويتأدب بآداب غير آدابي، كيف أقدر أسيطر عليه أنا؟ الولد الآن تأخذ مني الجامعة تحط عليه تلقى عليه بصمات أوروبا واضحة، كل العلوم اللي درسها أخذها من أوروبا مضمونا ومنهجا. طيب كيف أنا أقدر أكون لي شخصية إسلامية مع العلم أن الناشئة أبنائنا اللي هم عماد المستقبل اللي هم مادة المجتمع جيت تلقفهم أفرض الكليات وتطلعهم نسخ متكررة عن أوروبا؟ إذن كيف نقدر نخلق الفرد المسلم؟ نعود لنقول مرة أخرى أنه لا سبيل إلى أن نحصل على المجتمع المسلم ما لم نضمن للفرد المسلم كيان حضاري متكامل يصوغ الأفراد ومن إطاره، وبذلك نضمن أولا أننا على طريق الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نسلك طريقه، ونضمن أن نبرهن للعالم بأن ديننا يحتضن الإجابة على كل سؤال. لأن احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم، حتى لا يبقى سؤال مضمر في نفس الفرد. يقول وين القرآن يقول اليوم أكملت لكم دينكم؟ وعلم الاجتماع علم قائم، أنا ما أجد له ملامح بالقرآن. علم النفس علم قائم، أنا ما أجد له ملامح. إذن الدين اللي ما يضمن لي معالجة لبعض جوانب الحياة مو كامل، الدين اللي ما يضمن لي معالجة للجانب الاقتصادي للجانب الأسروي مو كامل. أنا كيف أقطع هالتساؤل؟ كيف أرد على هذا الكلام؟ أرد عليه إذا شحذوا علماء المسلمين هممهم واستطاعوا أن يملؤون الساحة بعطاء يستوعب الفراغ ويخلق ضمنه الناشئ المسلم. لا سبيل إلى صنع الفرد المسلم ما لم نصنع للمسلم بيئة حضارية إسلامية. هذا الذي أردت أن أقوله، والله عز وجل هو المسؤول أن يهدي ولاة الأمر والقادة وحملة الفكر عند المسلمين أن يضعوا أيديهم إلى جانب بعضهم في طريق موحد للعمل على صنع الفرد المسلم.